حداد البين مطارحنا ودي عركدي ولا فطار احنا لا الفجر بان ولا طيروا ولا طيروا عدي يا شرويدي. قال لك ايه الافندي ده يا عمدي؟ اوعى يكون بيضحك عليك. اوعى يا شرويدي. لا يا مطلباوي، انا كتبت اسمه وعنوانه وحلف لي انه مالوش علاقه بالمهندس. مضيت له على حاجه؟ لا. شوف يا حضره الافندي، احنا مش متعلمين وما نرضاش ننزل من على الجبل واصل. الجبل جبلنا وجبل جدودنا. طبعا، بس اصلي ما هو. طب واللوري بتاع الاثارات بيعمل ايه هنا؟ لوري ايه واثارات ايه؟ الافندي جاي هنا مخصوص يسمع شكوتنا.
طب واللوري بتاع الأثرات؟ هو ده اللي جابك؟ أيوه هو ده اللي جابني، وهو اللي هيرجعني كمان. على العموم ما تخافوش، الأفندي هيقعد معانا يومين تلاتة وأنا هتكلم معاه على المال. إبراهيم، الغراوي، روحوا مشوا اللوري. حاضر يا عمدة. وحراس الجنابك يا جناب العمدة. الحارس والله. يا حسين يا جباس! يا حسين! وده مين الغاسل اللي عمينان لم عليك ده؟ ده مبروك غفير العمدة. وايه اللي عطروا فينا ده؟ ما لازمش ياخد خبر يا ابوي. مين مبروك؟ ايوان يا اولاد الجباس. خير يا مبروك، في حاجة؟ قصد حسين ولدك. قصدني ليه؟ ولا انا ولا مدير مديرية؟ العمدة بيقول لك اخفى الايام دي خالص، ما تجيش الا انبعت لك وقال لك ان الدنيا امان. يخفى؟ يخفى ليه يا مبروك؟ ليه؟ سرقت ولا جات القتيل؟ ما خبرش واصل، لكن باين ان الحكاية وعرة قوي. في افندي جاي من مصر وبانه قلبك بالاسم يا حسين. افندي من مصر؟ انا قلت لك اللي عندي، وده امر سيدك وسيد العمده. اروح اطمن اني لقيتك. اصليك يا ابوي. والله يا ولدي ما اعرفش، لكن خليك انت اطلع انا عس ونجد بخبريه حجيك. وهنعتروا على بعضينا كيف؟ شوف انا جاتني فكره، انت هتطلع على المغاره تكحت، ربنا يبارك لنا في دراعاتك، وانا حنزل عيش، وكل ما تجيني خبريه حجيك. ده حكايه تخفى دي جتنا على الطبطاب يا ولدي. ما شافنا قال يا فكيك خص ملح وذاب. ايوه عارف، لو احنا مسكناه وقربنا عليه هيقرب الحقيقه. قرينا الفتحة على الظالم والخاين، وربنا سبحانه وتعالى يكتر في الرجالة اللي هتشتغل معاك وتحط يدها في يدك. ايوه يا فندي، احنا كنا ثلاثة وبقينا خمسة ما شاء الله. المشروع لسه محتاج كتير يا رجالة، لكن برضو انتوا الخير والبركة. يا باشا مهندس، كلها يومين ثلاثة ويبقى معاك رجالة يسدوا عين الشمس. يعني هتوعدوني ان احنا هنحط ايدينا في ايد بعض لحد اخر وقت؟ ابي يا بيه، احنا كلمتنا واحدة. واه يا باشا مهندس، يعني الفتحة ما كافياش؟ طبعا فتحة ربنا عهد، وانا واثق في العهد ده. وليك عليا جنابك الخمسه دول يبقوا 50، ودي فرقتي. رقبتك يا عاد، كيف تطول سالك عليا حرمه؟ انت خاين بتخون العمده شرويتي اللي عايز الخير لاهل الجبل كله. واه، وانت مالك انت يا خواجه اللي بيحصل ازاي بقى؟ ما كل ده عشان الذهب والاثار المسروقه ولا ايه؟ اسكت انت خالص، انت سبب كل المصايب اللي بتجرى هنا. المهندس بيضحك عليكم يا رجاله بشويه البنايات دول، عايزكم تسكنوا هنا ويطلع هو والحكومه يسرق كل كنوز اجدادكم. خليكم معاه. سيبكم اللي حصل واتقال يا رجاله، خلونا في المهم واللي جاي. ايوه يا رجاله، خلونا في اللي جاي. يلا كل واحد يشوف شغله. يا عمده يا عمده، اللوري اول ما شافنا مشى على طول، اكيد في حاجه. هيكون في ايه يعني؟ خاف نجرجروه في الكلام. ايه الكلام المسخ اللي انت بتقوله ده؟ وانا رايك ده الراجل ابو وش سمح ده قال لي انه ملوش صالح بالمهندس، وانا مصدقه. ربنا يخليك يا عمده، ربنا يكرم اصلك. تشكر يا سيدنا الافندي. والافندي هيرجع كيف يا عمده بعد ما اللوري بعد؟ شوف ايه يا مريم، عندنا بدل الطريقه 30 طريقه. ايوه تمام، ورجل تعبان لازم يطير.
على قولك يا رمانة، الأول لازم يطيب، وتاني هام لازم يقابل حسين الجباز، ده جاي مخصوص عشانه. كلامك زين يا عمدي. طب قولوا لي، حد يقبل ياخد لفند الزين ده عنده بيته ولا نبتي وأقول؟ كلامك لا يعلى عليه يا عمدة، كلامك وحديتك سيف على رقبنا. مدام قلت الكلام الطيب ده، يبقى انت حق الخلق به يا صديق. يا انا يا عمدة؟ كده وقدود، ولا يمكن حد ينول الشرف ده غيرك. شرف صح يا صديق، والعمدة قال يا عفش. بس انا يا عمدة يعني انا انت ايه يا صديق؟ يا عمدة انا عندي بنت صغيرة، على وش الجواز. تيجي تقعد عندي، قالوا تاخد بحسي بعد ما مريم اختي اتجوزت. وحسين اخوخي. حسين مش هنا. ايه ترى يا صديق، انت حصل لعقلك ايه؟ حسين ما هو اسم الجبل، ولما يعاود هيقابل لفندي، وبعد كده لفندي هيرحل. ورمانة حلتها لك زين، هتاخد بنتك عنديها وانت هتاخد علي الجباس عنديك. يا ايه ما خلاص، شرفتنا يا سيدنا لفندي. متشكر يا عمده، ولو اني يعني مش حابب اساعدكم. امرك يا عمده، امرك. تفضل معايا يا فندي، اتفضل. قوم. فكرك هتستفاد من الافندي ياك يا عمده. شويلي ما اعملش حاجه الا لما يفكر فيها زين يا مريم. لكن انا متواغوشه. متواغوشه ليه؟ قلبي مقبوض، حاسه ان الحكايه كده مش هتعدي سالمه. لكن مادام انت مطمن خلاص، الكل هيسوى ايه جنب راسك اللي تتاجل بالجنوز. طب قومي، عايز اريح بدني، ولما يظهر ابوك اقعد معاه ونشوفه هنعمل ايه في اللي جاي. ست جود، يا مرحب يا مرحب، نورتي المطرح، تفضلي. متشكرة قوي، أنا كنت عايزاكي ضروري. أؤمري. لا مش هينفع هنا، عشان ده سر غالي والطلب رخيص. ألم فرشتي وحصرك على طول. لا لا، تعالي معايا دلوقتي، أنا جايبالك حاجة هتعجبك قوي. تعالي. خد يا وديت. اخد ايه كمان يا ست جودي؟ افتحي وشوفي. واه 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 يا بوي، هديه علشانك. ليه يعني؟ ايوه يا وديت، انت ما تعرفيش انا قد ايه بحبك. القلوب عند بعضيها يا خواجايا. انا جايبهولك من محل شيك قوي من مصر، اول ما شفته قلت هو ده تلبسه وديت. ده كيف اللي بيلبسوه الحريمات الخواجات؟ مش هتلاقي بنت في الجبل عندها زيه. ده هيشعوت شديد، هيخلي عقله يشت. هو ده اللي انا عايزاه يا وداد. هيحصل. شديد نزل يساعد رجالة المهندس. باه، معقولة ده صح؟ المهندس يا وداد بيضحك عليكم كلكم. لازم شديد يسيبه، لازم الكل يسيبه. شديد وداد، ما تريني هقول النهاردة قشطة قشطة وعسل نحل. صح الكلام ده يا شديد؟ صح صح يا بت، شديد ما يقولش غير الكلام الزين الصح. بس أنا سمعت عنك حديد ماسخ قوي. حديد ماسخ عناني؟ من مين؟ من الجبل. عم يقولوا انك نزلت مع رجال عند المهندس وبعتوا ناسكو. هتقولي ايه؟ شديد يبيع ناسه؟ بح، ماني شايفاكي بعناي معود مع الرجال من عند البنايات. ده اللي جابك لحد هنا؟ ما شايفش انها تستاهل؟ هقول لك ايه، وفري حديدك الماسخ ده واتطمني، وحطي في بطنك بطيخه، وبطيخه كبيره كمان. طب خبرني يا بنت،
شديد لا يمكن يبيع ناسه. الجبل هو اللي رباني وخد من جسمي رقات. أمال نزلتم كيف؟ هملتوا العمدة شرويزي ليه؟ إحنا هنهملوا العمدة شرويدي يا بيت. العمدة شرويدي هو اللي رسمها معانا. إيه الكلام ده عاد؟ دي الحقيقة يا أوداد. إحنا نزلنا على المهندس لكل ما نريحوا باله، ومن ناحية تانية الرجالة في الجبل يشوفوا شغلهم لحد ما يلاقوا الكنز الكبير. كلامك زين، زين قوي يا شديد. يا بت، شديد ما يقولش غير الكلام الزين. ودنا مسترزقوا ناخدوا قرشين زين من المهندس، وقت اللزوم نخربوا له الشغل ولا نهدوا البنايات على راسه. هقول لك ايه، سيبك من الحديد الماسخ ده، انا جدتي جايده نار نار يا ودهات. والنبي لا تشتري. امشي اشتري، امشي دي بياكلك. امشي يا ولد، مش من السواق. متشكر. على ايه؟ على كل حاجه. من هنا، من هنا يا فندق. احنا رايحين فين؟ المقابر. مقابر؟ مقابر جدودنا. قصدك يعني المقابر الفرعونيه؟ ايوه تمام. اي ضيف يجينا لازم نودوه المقابر دي، لازم. الجبل ما يبقى جبل الا بالمقابر دي. من هنا، من هنا يا فندي. انزل. اهل الجبل كلهم جايين يودوه، وكل واحد جايب اللي يقدر عليه. جايبين ايه؟ اللي جايب لك مرايح بطاريه تنور بيها طريقك. قدم قدم. السلام عليكم. قدم. الكهف ده مقبرة. ما تخافش، هندخل معاك. استنوا هنا، ابراهيم ورمانة هيدخلوا معاي. قدم يا فندم، قدم، ما تخافش. يلا ابراهيم. يلا قدم. قدم. تعالى قدم قدم يا فندم، ما تخافش ما تخافش. دي مقابر الاشراف، جدودنا اللي احنا منيهم، اصحاب الارض، فلاحين كانوا يشتغلوا عندهم بالاجره. يعني دي مش مقابر الملوك؟ لا، مقابر الملوك في مكان تاني. ايوه، والبلكات في مكان تاني خالص. فهمت، يعني انتوا عايشين هنا مع جدودكم مش كده؟ رمانة، بصي بص شوفي. ايوه. بذمتك خلقته مش خلقة العمدة شرويدي؟ حرام عليك يا عم صديق، ده مش شبه العمدة واص. ايه رأيك يا فندي؟ أنا؟ الحقيقة مش عارف، مش شايف كويس. ده أحلى من العمدة بكتير. أنت اللي شايلة العمدة على دماغك مساعدة، مع إنك هتبقي خدت عياله.
هي اختك تبقى مرات العمده؟ ايوه مريم، البنت الحلوه الطويله ام عينين واسع اللي كانت واقفه جنبي. حلوه مش كده؟ ايوه هي حلوه قوي، بس انت احلى. مين؟ حلوه قوي مقابر الاشراف دي. حلوه كيف يعني يا فندم؟ يعني حلوه قدامي يا فندم، قدامي قدامي. ايه رايك يا فندي؟ لا جميل قوي. تعرف ان دي اول مره ادخل فيها مقبره فرعونيه؟ بس ربنا يستر بقى من لعنتها. بتقول ايه عاد؟ لا ولا حاجه ولا حاجه، انا بس كان عندي سؤال يعني عايز له اجابه. سؤال ايه؟ حسين علي الجباس الاقيه فين؟ اخويا حسين. هو اخوكي برضو؟ ايوه. طب هو فين؟ كيف ما العمده قال. طب وانت يا عم صديق؟ معرفوش زين. ما تعرفوش زين؟ يبقى اخو رمانه واخو مرات العمده وما تعرفوش. على العموم حسين علي قدم شكوى للحكومه علشان ما تنزلوش البنايات. ولا انت يعني مش موافق على النزول للبنايات؟ لو نزلنا البنايات هنخطفوا الافنديات اللي زيك، ما عايزين حد في الجبل واصل. انا ما كانش قصدي يعني، ده سؤال، مجرد سؤال. سؤال عفش ومجندل من هنا. بس كل حي يروح الحالة، الضيف هيدخل عندي جوا، ياخد راحتك. يلا. عايز حاجة مني يا صديق؟ شكرين يا ابراهيم، عد على العمدة وطمنه طمنه، قول له الضيف هياخد وجبة. شرفت يا فندم. شكر ألف شكر. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. حاجة يا فندي؟ يطلع ايه ده؟ ده الخزين القمح يا فندي. ايوه بس الولد اللي نايم ده ممكن يقع في أأمن مكان. السطح ده له حرب يعني العجارب ما تقدرش تزحف عليه. ايه؟ عجارب؟ ما تخافش، جمد قلبك، خليك راجل زين، ما تخافش. تعال معاي، تعال معاي. شوقية انت شوقية؟ ايوه. تعالي. ايوه يا ابوي. تعالي. ايوه يا ابوي. شيعت لك معايا ضيف. ايوه جاني يا ابوي. عملت لنا نكبه حلوه. واي امال يا ابوي. قدم يا فندم. خايف من ايه؟ قدم. سمي بالله، سمي بالله. بسم الله. اتوحشت الجو يا رمانه. وانت كمان، احنا هنقعد ونشبع من بعض. قدم يا فندم، قدم، ما تخافش، قدم. الله ينور عليك يا شوقية، عملوك لزينة ها؟ أمال إيه يا أبوي؟ عايز الضيف يقول علينا بخل إياك. اقعد، اقعد يا فندم. متشكر. اقعد. متشكر. مد يدك، وأكل شوقية هيعجبك قوي قوي. أكيد أكيد. هنيه كل ما تزيد عدد الاصناف اللي تطبخها البريتي كل ما تزيد عدد عرسانه. اكيد انت بقى بتعرفي تطبخي اصناف كتير. مش قوي يعني. شوقي وكلت الحمار؟ وكلته من بدري يا ابوي، ودلوقت بقى هروح اجهز حالي عشان اروح ابيت عند رمانه زي ما قلت لي. مهندس البنايات عايزنا ننزل ونعيشوا فيها ونفوت بهيمنا ومواشينا. ده لا عاش ولا كان. بالك يا فندي. النفر مننا ينام مغمض عين وفتح عين. ليه؟ ليه؟ عشان يحرس البهايم والمواشي. لو نزلنا البنايات
مين يحرس الحمار بتاعي، الحكومة ولا المهندس؟ ثلاثة بالله العظيم، الواحد يقوم الصبح يلقى الحمار مسروق ومصبوخ. ده غير كمان يا بوي ان البنايات دي مبنية غلط في غلط. غلط؟ غلط ازاي؟ ايوة انا ما عجبانيش الجبب اللي محطوطة فوق البنايات دي. انا اللي اعرفه ان الجبب دي بتكون يا اما فوق ضريح الوالي يا اما فوق المجابر. هو ايه عايز يقعدنا في مجابر واحنا لسه عايشين؟ احنا هنفضلوا عايشين هنا، عايشين هنا لحد ما نموت. عايزين ينقلونا، ينقلونا بعد ما نموتوا. اباي ايه لازم تسمع الراجل الحديث الماسخ ده؟ وبعدين هو قال قبل كده ان هو لولا صالح لا بالمهندس ولا بالبنايات. صح يا رومان، يلا فرجون فرجون. فتك بعافية. الله يعافيك. مد يدك يا فندم عشان يبقى عيش وملح. مد يدك. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يبارك في عافيتك يا ولدي ويجعل عرقك ده يجي فايدة بس. العافية من عند ربنا يا ابوي. الله، لابس خلاجاتك، فارق ولا ايه؟ والله انا قلت اروح اطل على العمدة عشان برضو ما يظنش فينا حاجة عفشة، وفي نفس الوقت نفهم الواد الافندي ان احنا يعني ما بندروش عليك. ماشي اللي تشوفه ابوي. اقعد انت، ريح جتتك وشرب لك شوية مية بس عوض عرق العافية دي. السلام عليكم. عليكم السلام. في حاجة جنابك أنا ما فهمهاش يا جناب العمدة. كان حاجة واحدة مقدور عليه. ليه جنابك باقي على الفندي؟ ما كنا ناخد روحه ويبقى واحد من التلاتة اللي مطلوب دمهم. يا بوي عجباك الشر العفشة دي يا مبروك؟ هو عاوز يعرف كيف يا جناب العمدة، والكل عاوزين يعرفوا كمان. انت كمان ما فهمش عشان مش هتقدروا تقتل واحد من الحكومة جاي لنا مخصوص، واحنا كمان اللي بعتين له. حاجة زي دي هتقلب الحكومة كلها علينا وده مش وقته. طب واحنا جنابك ليه بعتنا له يجي عاد؟ عشان يشوف بعينه ان اهل الجبل كلهم عايزينش البنايات بتاعت المهندس دي، وما يقدرش يضحك على الحكومة لا هو ولا الأميرة، ويروح يقول لهم ان اهل الجبل موافقين يسكنوا فيها. لما الافندي يوعى للحكاية دي يروح يبلغ الحكومة، تقوم الحكومة تقفل على الموضوع ده. فهمت منك ليه ولا لا؟ ايوة اكده فهمنا يا جناب العمدة. طبعا جنابك فهمنا، بس جنابك بس ايه ابو مخ مخربط؟ انا ما فهمش جنابك ليه احنا مهملين حكاية الدم اللي لازم يسيل. ايه دي حاجة زي دي نعملها كيف وهو قاعد وسطينك ده؟ انت متأكدة يا وداد انك سمعتي الكلام ده من شديد؟ وحياة عيونك الحلوين دول، كيف ما قال لي كيف ما قلت لك بالحرف؟ ما انتي خابرة، شديد ما يخبيش عني حاجة واصل. يعني العمدة اتفق مع الرجالة يلعبوا اللعبة دي؟ هاي يا عمدة، برافو. وقال لي كمان انك كحت هيعاود في السر من غير علم المهندس. وداد انت جميلة قوي، انا بحبك جدا. شديد لازم يتجوزك وتبقي اسعد بنت في الجبل. يتجوز؟ لا الحكايه دي ما تجيش على باله واصل. ليه يا وداد؟ دي حكايه طويله وعره عليكي على ما تفهميها يا خواجايه. ما فيش حاجه وعره صعبه عليا، جودي بتفهم كل حاجه. انا فاهمه. فاهمه؟ ايوه جودي فاهمه كل حاجه وعارفه كل حاجه. عارفة ان شديد مش عاوز يتجوزك علشان انتي بتعرفي رجالة كتير في الجبل. عرفتي كيف؟ جودي بتفهم كل حاجة. اطمني
شديد هيتجوزك بعد ما تلاقوا الكنز، كل حاجة هتتغير في الجبل، كل رجالة الجبل هيتغيروا، هيبقوا حد تاني، هيعيشوا في منتهى السعادة وبس. يسمع من بوجك ربنا يا خواجايا، ومجام سيدي الوالي لو ده حصل لعيش خدامة التراب اللي تخطي عليه. وصدقتيها يا وداد؟ ما صدقهاش كيف، من يوم ما قعدت وسطينا ما كتبتش واصل. بتساعد نسوان الجبل ولا لا؟ داوت لك عينيكي ولا لا؟ ما قلتش حاجة، لكن لما يجيلها سلطان على أهل الجبل كلهم اللي انت خبراهم عني 70 نوبة يا وداد. شوفي، ما قدامناش غير اننا نعيشوا على الأمل. ايوه، وتعيش على أمل شديد وانا عيش على أمل زاهر، لكن الحقيقة ان الكل طبعا في لحمي ولحمك وخلاص. بطل الحديث اللي كيف الخناجر ده، وخلينا في لقمة عيشنا دلوك. لقمة عيشنا؟ هو في حاجة جايبنا الورا غير لقمة عيشنا؟ الراجل بيبان من هلته يا علي يا جباس، وانا شايف الراجل ده زين ما بيلواش. برضيك ما اجراش يا عمده، بس حرص وما تخونش. انا ما فهمش يعني اللي فندي ده عايزيه من حسين ولدي. ها، حتى ما كانش رايد شر، مش زين ان حسين يقول كلام ممكن يضر. انا شايعت لك الاد مبروك لدل ما تدبر حالك وتبعت حسين ولدك دلوك، وضل صالحنا كلنا. لكن حسين راح فين يا ابوي؟ سم في أمانة مريم ما تخافيش. بقول يا عمدة، دلوقتي الأفندي ده حيفضل قاعد لنا كده لا يقلق ولا يمل؟ يقلق زي ما يقلق، أخرتها إيه؟ هيفوت لنا المطرح ويهج ويعاود على مصر. بربي يطول بعد اللسعة اللي تلسعها دي. هيكون قاعد معنا كتير، وعرف إن الكل معيش البنايات بتاعت المهندس دي. بس أنت يا عمدة اديت إذن للواد شديد والرجالة ينزلوا تحت البنايات ويشتغلوا تحت يد المهندس. على عيني يا جباس، انا قلت نستنوا لما نلاقوا المكان اللي هنعوضوا القحط فيه، ساعتها هيهملوا المهندس ويخربطوا له اللي عمله له هناك. فهمتوا دلوقتي انا قصدي ايه؟ اكيد يا بلاك، الخرائط اللي انت جايبها من اوروبا دي بتاكد عن امكانيه وجود مقابر في المنطقه دي. ممكن المقابر تكون في المنطقة دي ورا الجبل، وممكن تكون في الجبل نفسه. منت عندك رجالة في الجبل بيحاولوا يوصلوا للكنوز دي؟ اه، بس انا هستعين برجالة تانيين غير رجالة الجبل، ومن غير العمدة شرويدي ما يعرف. برافو برافو يا رودي، هو ده اللي انا كنت عايز اقوله. يا باشمهندس، اهل الجبل مش بالذكاء ده برضه. حضرتك ما تستهونش بيهم، اللي خلاهم عملوا كل اللي فات يخلينا نتوقع منهم اي حاجة. لا، انا المرة دي مطمن على الاخر وحاس ان احنا هننجح. كش ليها اكتر من مخرج، ناكل حصان. حلو، لكن مردود عليها. طار الوزير، الناس دي احنا هنراقبهم خطوة بخطوة هنا في المشروع من غير ما نحسسهم باي حاجة. لازم يحسوا ان احنا مطمنين ليهم ومدينهم الامان. ده اللي هيحصل ان شاء الله. يا باشمهندس، يا باشمهندس، يا باشمهندس. في يا نعيم، تعال. لا سيادتك اللي هتيجي معايا حالا. هاجي معاك فين يا راجل دلوقتي؟ سموه الاميره في الوينتر بالاس، وطلبك بالاسم. طلباني انا دلوقتي؟ حالا ومن غير تاخير. يا باشمهندس، انا اديت وعود خلاص، ومش بحب ارجع في وعودي ابدا. ايوه مولاتي، بس اللي بتقوليه ده صعب، صعب جدا. صعب؟ انا كنت فاكراك هتطير من الفرح، خصوصا لما تعرف ان القصر مهتم بنفسه باتمام المشروع في ميعاده. ده غير الوفود الاجنبيه اللي هتيجي وهتشرف على المشروع. اسمك هيعلى عندهم قوي وهتشتهر جدا. اقسم لك يا مولاتي اني فرحان، فرحان جدا من كل قلبي، لكن ده محتاج جهد خارق شبه مستحيل. انا بحبش اسمع كلمه مستحيل دي خالص، انا بحب اي حاجه اطلبها تتحقق وباي طريقه. ايوه، بس احنا لسه قدامنا وقت كتير وجهد اكتر. ازاي هنلحق نبني اللي ناقص من البنايات؟ ازاي هنقنع اهل الجبل ان هم ينزلوا يسكنوا فيها؟ احنا قدامنا شهور يا مولاتي. شهور؟ اهو اللي انت بتقوله ده هو اللي مستحيل. هي ايام، وايام قليله كمان. في دعوات اتبعتت خلاص يا باشمهندس للوفود الاجنبيه، واتعمل لهم حجز هنا في الاوتيل. انت فاهم اللي انا بقوله يا باشمهندس؟ فاهم، لكن لكن ايه؟ انا مش عايزه اسمع كلمه لكن دي ابدا.
كل اللي ليك عندي ان طلباتك المادية كلها هتتحقق. اي ناس بتحتاجهم يساعدوك اطلبهم، هيكونوا عندك مهما كان عددهم. اهم حاجة عندي انك تديني تمام ان الافتتاح هيكون في خلال الايام. ايوة بس. مع السلامة يا باشمهندس. بيعجبني فيكي تفكيرك وقراراتك اللي بتاخديها مع الباشمهندس. I love you baby. I love you too. اخر الشهر؟ انت عارف اخر الشهر ده فاضل عليه كام يوم؟ عارف يا احمد عارف. بس ده انتحار، شغل شهور يخلص في اقل من 16 يوم. والله سمو الاميره قالت انها هتوفر كل الامكانيات. كل الامكانيات ازاي؟ اذا كنا جبنا 3 4 من الجبل يشتغلوا معانا بالعافيه، هنجيب عماله منين؟ بالليله دي مفيش نوم، هنسهر انا وانت نحاول نلخص كل المطلوب. وطالما سمو الاميره قالت انها هتوفر كل الامكانيات يبقى في احتمال للنجاح، مش لازم نيأس. انا بحسدك على التفاؤل ده. المشروع ده يا احمد حلم حياتي، ونجاحه هيفرق في اللي جاي من عمر كتير. يبدو أنها ستكون تجربة ثرية وشيقة. هؤلاء البسطاء يبدو أن عالمهم مليء بالتناقضات، فعلى الرغم من أنهم في الأساس فلاحون، إلا أن ظروف الحياة قد طردتهم من الحقول وأبعدتهم عن كل شيء، فتقهقروا حتى أسندوا ظهورهم إلى الحائط، إلى الجبل، وهنا وقفوا يحاربوا من أجل بقائهم في الدنيا. إنهم لا يعرفون كيف يتقدمون، كيف يتطورون بحياتهم، فيلتفتون إلى الجبل، إلى الحائط من خلفهم ويضربونه، لعل الصخرة ينفتح عن أمل، عن مستقبل. إن المهندس وأمثاله لم يسألوا أنفسهم سؤالا هاما جدا، ما العمل الذي ينتظر أهل الجبل لو تخلوا عن كهوفهم وهبطوا إلى القرية النموذجية؟ وما الذي سيصنعه هؤلاء الفلاحون في قرية الأحلام، أو قل إن شئت في قرية الأوهام؟ مساك بالخير يا ولدي. مساك
اتأخرت عليك ها؟ قلبي بيرجف يا ابوي، عاوز اطمن ايه اللي بيحصل. ايه خبر ايه مالك؟ ما تشد حيلك امال، ده انت طول عمرك راجل جمل تقيل الاحمال، ايه خبر ايه امال؟ يا ابوي عاوز اعرف الواد الافندي العايق ده غار بعيد عنينا ولا لسه؟ لسه قاعد. ايه احنا عايزين قاعدة تطول لحد ما نخلص موضوعنا ده. ازاي يا ابو الشرويدي من رأيه ان انت ما تظهرش لحد ما الافندي ده يهملنا ويغور، واحنا عايزين قاعدة تطول يا اخي لحد ما ننجح في مهمتنا ونلاقي الكنز. عايزك تطمن ما حدش يعرف طريق الجبل ده غيرنا. معنى كده ان الظروف بتفرض علينا ان احنا لازم نضاعف مجهودنا يا رجاله. كلنا معاك يا باشمهندس. ولا واحد مننا هيكل، وهنبقى في وقفه رجاله. بس انتوا مهما كنتوا يا رجاله ومهما كانت عزيمتكم مش هتقدروا لوحدكم. يبقى لازم نفكر في اللي هيساعدنا وبكميات كبيره. كل اللي نزل من الجبل واياكم ثلاثه غيركم ومرضوش يقعدوا فتره طويله عشان مش عايزين يلفتوا ليهم النظر. انا رايي ان احنا نعدي للبر التاني ونشوف رجاله من الاهالي. اقول انا رايي يا باشمهندس. قول يا مطوع. في ناس كتير في ميت ابو الجبل على البر التاني، رجاله وحوش جامدين صح، لكن البلد دي تبع باشا كبير من الاقصر، ولا فيش راجل يتحرك من ارضه الا بامر مني. افتكر البلد دي تبع زايد باشا الجرواني، مش كده يا مطوع؟ صح يا جديبي. يبقى مفيش غير اننا نلاقي مدخل للباشا ونقنعه يدينا رجالته. هو مدخل واحد مفيش غيره. اللي هو اللي قالت انها عاوزه المشروع ده يتم في اسرع وقت ممكن، وقالت انها هتذلل كل العقبات وتحقق كل الطلبات. ودي تطلع مين ده يا باشمهندس؟ لازم الخواجه جودي. الخواجه؟ الخواجه دي لو عليها المشروع ما يتمش حتى لو كان الثمن حياتها. انا جات لي فكره تجنن. فكره ايه عاد؟ المهندس سمير. ماله المهندس؟ يعني له خاطب ولا متجوز ولا عمري شفت معاه واحده. قصدك يعني ريداني؟ تقدري؟ بح ده كان شديد دبحني، واني منايا كل المونة اني اتسطر وابقى بدل راجل. شديد مش هيبقى مع المهندس، شديد هيطلع الجبل مع الرجال. برضو صعبة يا جودي. انت عملتيها كتير قبل كده يا وداد، ما انت اللي قلتيلي. على فكرة لو قدرتي تبعدي المهندس عن المشروع هديك اللي عمرك ما خدتيه. لما آه يا عيني، عيني آه يا عيني، عيني آه على آه، وعيني آه يا ليلي، عيني آه يا ليلي، ليلي آه على آه. يا ابن عروس وعاش حماس وعاش والمعنى ليه ليلينا. مسكين من يطبخ الفاس، من يطبخ الفاس بجريد مرات من حديدة. غربة يا خلق ومتاهة، ياما وياما جبلنا نفوسنا كان ايه غواها، تطلب رضا من جبلنا. لما اه يا عيني، عيني اه يا عيني، عيني اه على اه، وعيني اه يا ليلي، عيني اه يا ليلي، ليلي اه على اه. أهالينا راضية وصبرة، وإحنا طمعنا جوانا، فتشنا عالكنز برا، والكنزة تاري جوانا.